اخواتي وحبايب قلبي اللي بيسألوا ازاي نشغل السيفون من اول ضغطة وما نفضلش دايسين عليه عشان يفضل ينزل مية معانا على طول. لو هنشوف دلوقتي هندوس على السيفون ضغطة واحدة بس، شوية مية صغيرين بس اللي نزلوا اهو، هندوس تاني ضغطة واحدة بس شوية مية صغيرين، انما لو فضلت دايس كده هتفضل المية تنزل معانا. طيب ازاي نحل المشكلة ديت ونخلي السيفون يشتغل معانا من اول ضغطة بس؟ اول حاجة هنشيل الوش ده، هنشيله مع بعض دلوقتي بكل سهولة. زي ما حضراتكم شايفين الزرار ده هو ده اللي فيه المشكلة. لو لاحظنا هنلاقي ان الزرار نازل لتحت خالص، ففي هنا بكرة لو لفناها بالشكل ده هتخلي الزرار يطلع معانا لفوق. هنفكها بالشكل ده، هي مش هتتخلع ولا حاجة، ولكن لما بنفك بتعلى معانا، انما لما بتكون البكرة دي متقرطة على الاخر فبيكون الزرار ده بعيد عن الزرار بتاع السيفون بمسافة، فعشان كده ما بيشتغلش من اول مرة. فاحنا هنهوي شوية كده مع بعض، لو لاحظنا ان هو عالي معانا اهو، وفي كمان في بكرة تحت هنا بنلفها عشان خاطر مع الوقت ما يرجعش تاني ان هو يهوي ويتربط لوحده. فالبكرة اللي تحت احنا هنقرطها، بحيث ان هو ما يجيش بعد فترة ويرجع ينزل تاني. دلوقتي هنركب الغطاء مع بعض. زي ما حضراتكم سامعين كده في صوت مية، معنى كده ان احنا علينا الزرار جامد. فهنرجع تاني وهننزل الزرار شوية صغيرين كمان، ولكن هنهوي البكرة اللي تحت الأول وبعدين نقرط الزرار الكبير. هنجرب تاني مع بعض، تقريبا دلوقتي مفيش أي تسريب للمية، وهنا برضو في القعدة، القعدة ما بتسربش مية خالص. هندوس كده مع بعض بقى دلوقتي على الزرار، وبكده نكون حلينا المشكلة بكل سهولة. أتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة، ولو في أي مشكلة تانية في تسريب المية نقدر نعلي البكرة أو نوطيها زي ما حضراتكم شفتم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.